ومعنا للحديث عن الصراعات المستمرة بين ميليشيات الحشد من أجل السطوة على البلاد والانقسام الحاصل في صفوفها من مالمو الأستاذ لبيد صميداعي، عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. نبدأ من حديث فالح الفياض رئيس هيئة ميليشيا الحشد عن أن الحشد يعني له ترتيب خاص بميليشيا العتبات، ماذا نفهم من هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزيارة الكاظمي إلى مقر الحشد وتزييه بزيها، هذا يمثل نقطة ضعف لا يبشر بخير ويلقي بظلاله على الوعود التي قدمها في مستهل برنامجه الحكومي، حيث وعد بحصر السلاح في يد الدولة. الحشد بالحقيقة هو الاسم الدلع تبع الميليشيات، والاهتمام بالحشد وهذا الضعف الذي أبداه الكاظمي أمام الحشد والزيارة الخاصة به يؤكد بأنه عاجز عن حصر السلاح بيد الدولة، لأن الحشد هو عبارة عن ميليشيات تزوده الميليشيات بمقاتليها. وأي حديث آخر عن مسألة الميليشيات أو الانقسام في مسألة الميليشيات أو حد من وضع الميليشيات أو نفوذها يصبح هباء، يعني لا قيمة له، كلاما فارغا يعني. نعم. الفياض كما تابعتم أقر ضمنيا بممارسات الميليشيات المنفلتة حين قال إن مرجعية النجف تريد من ميليشيا الحشد أن تكون منضبطة، ماذا يعني ذلك ومن هي الميليشيات غير المنضبطة باعتقادكم؟ كل الميليشيات غير منضبطة لأنها فوق القانون. الميليشيات هي تجاوز عددها 80 ميليشيا، وهذه الميليشيات لا تحترم لا قانون ولا تحترم البشر ولا تحترم المؤسسات العسكرية ولا الأمنية، وهي تتسيد في الشارع لأن لديها غطاءين. الغطاء الأول يتمثل والأساس يتمثل به كما تفضلتم بالمرشد الأعلى الإيراني، لأنها مرتبطة مباشرة بمكتب علي خامنائي. وهناك أيضا غطاء آخر، الغطاء الديني المتمثل بالمرجعية، مرجعية النجف، لأنه مرجعية النجف أقرتها ضمنيا من خلال إقرارها للحشد الشعبي. وكما قلنا بأن الحشد الشعبي يتكون من مقاتلين آتين من هذه الميليشيات، فالحشد الشعبي تم بضغط من المرجعية، مرجعية النجف، وبضغط من الأحزاب أصحاب الميليشيات استصدار بيان قانون في البرلمان قبل نحو عامين ونصف، يعني في البرلمان أصبح رسميا الحشد أصبح رسميا، وبذلك أصبحت الميليشيات في منع عن العقوبة وفي منع عن الملاحقة القانونية، لأنها هي المزودة كما ذكرنا أكثر من مرة، المزودة للحشد في المقاتلين. المرجعية لم نسمع بأنها قالت أن هناك الحشد يحتاج إلى انضباط، بالعكس عبد المهدي الكربلائي قبل بضعة أيام قال بأن الحشد يجب أن الآن يجب أن تتم هيكلته بحذافيره، وكال بالامتداح للحشد ودور الحشد. فإذا المرجعية تتوعد بإبراز دور الحشد على حساب المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الرسمية. نعم. طالما أن هناك صراع يعني بهذا الحد بين المرجعية وبين قادة هذه الميليشيات، ألا يطرح هذا مدى الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الميليشيات وإنهاء وجودها بصفة عامة في العراق؟ لا يوجد عراقي شريف لا يريد أن ينتهي دور الميليشيات. هذه الميليشيات بالحقيقة هي التي تركب على ظهور المواطنين، وهي التي تضطهد المواطنين تستبد وتجول وتصول في الشارع وتدوس على كرامة المواطنين وعلى أعصاب المواطنين ليل نهار. هذه الميليشيات بالحقيقة هي أيضا تستفز القوات الأمنية الرسمية، ولا حاجة لوجودها طالما هناك مؤسسة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع ممثلة بالجيش، ومؤسسة أمنية بالشرطة والقوات الأمنية مرتبطة بوزارة الداخلية. هاتان الوزارتان وزارتان معروفتان مرتبطتان بأحدى تشكيلات الحكومة العراقية، فما الحاجة لوجود
ميليشيات، وما الحاجة أيضا أساسا لوجود حشد شعبي، لحشد الشعبي يعني هو هذه الحشد الشعبي وميليشيا يعني عرفا بالقانون الدولي وفي كل التشكيلات الحكومة، هناك جيش وهناك قوات أمنية، أي طرف آخر يدخل فهو طرف ميليشياوي. فإذا لا حاجة، إذا كانت المرجعية جادة وتدعي بأن هناك خلافات، وهنا يجب على المرجعية أن تقف إلى جانب الحكومة وتقول لا داعي لهذه، لا مبرر لوجود حشد ولا مبرر لوجود ميليشيات. إذا يجب أن تعزز المؤسسة العسكرية الرسمية المتمثلة بالجيش وبالقوات الأمنية والسلام. نعم، كيف تقبل الحكومة بوجود هذا الصراع؟ أليس من المفترض أن الحكومة هي التي تقود هذا البلد، وبالتالي لا سلطة فوق سلطة القانون ولا سلاح سوى سلاح الحكومة؟ الحكومة إذا كانت جادة، الكاظمي إذا كان جادا، والكاظمي يتميز عن غيره من رؤساء الحكومة يعني عبد المهدي والعبادي، بالمناسبة عبد المهدي والعبادي أيضا قالوا بأنهم سيحصرون السلاح بيد الدولة، لكن ميزة الكاظمي عن سابقيه أنه أولا لم يخرج من العباءة الدينية، لم تسجل له انتماءات دينية حقيقية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو كان يرأس جهاز المخابرات لمدة أكثر من حوالي 5 سنوات، وهو يعرف الكبيرة والصغيرة ويعرف نقاط ضعف هذه الميليشيات، ثم أنه من الناحية السياسية ومن على المستوى الدولي والإقليمي هو يستطيع أن يخاطب أمريكا، يعني يستطيع الاستعانة بأمريكا ويستطيع أن يوفق بين سياسة العراق تجاه أمريكا وتجاه إيران، وبالتالي لديه حظوظ أكثر من عبد المهدي وأكثر من العبادي السابقين اللذين وعدا بإنهاء دور الميليشيات. يجب أن يقوي المؤسسة العسكرية ويعتمد على المؤسسة العسكرية بشكل خاص والمؤسسة الأمنية أيضا في وزارة الداخلية، ويقويهما ويستعين بخبراتهما ويضرب بيد من حديد. إذا لم يحسم الموقف بهذه بالقوة بالاستعانة بالجيش والقوات الأمنية لن يفلح. نعم. لن يفلح هذه المدارات ومسك العصا في الوسط بين الميليشيات من جهة والحشد من جهة والمؤسسة العسكرية لن يؤدي إلى نتيجة. شكرا لك سيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مالمو.